بحسرة في القلب تستقبل سعاد شهر رمضان المبارك داخل صف مدرسي نزحت إليه منذ 6 أشهر. لم تتمكن منذ ذلك الحين من زيارة منزلها الجديد في عيت الشعب، منزل انتقلت إليه قبل أشهر معدودة من الحرب هربا من غلاء بيروت، لكن صوت المعارك كان أقوى من حلم العائلة بالاستقرار في الجنوب. تعبانين كثير ومقهورين ونفسيتنا تعبانين عن جد، كل شيء بيشتغل، كل شيء كل شيء كل شيء بيشتغل. العادات والتقاليد، وبصر مع بعضنا ومتسحر مع بعضنا ومفطر، الجيران بتفوت لعنا من بدينا صحون بدونا صحون أكل. ده بقول رمضان كريم، لأنه بالفعل الله سبحانه وتعالى فضل الشهر عن 12 شهر. عائلات كثيرة هنا تنقلت من مكان لآخر مع توسع رقعة الحرب. مراكز الإيواء في صور تستقبل ما يقارب 1500 مواطن. 100 نازح هو عدد الارتفاع اليومي للنازحين مؤخرا بسبب تصاعد حدة المواجهات وسط صعوبات تمويلية تواجه مجلس الجنوب. بعد 6 أشهر مثل ما تفضلت، وبخصوص شهر رمضان احتياجاتها كثيرة، قدرنا مع مجلس الجنوب وجمعية سيف تشيلدرن اليوم أن نأمن لهم لكل عائلة حصة نظافة وحصة غذائية تموينية، ولكن ما بتكفي هذه الحصة بشهر رمضان لأنه أنجأ تكفيهم لعشرة أيام. فالمطلوب أنه نرجع نعمل جهد أكثر مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لنأمن لهم حصة تانية على الأقل بشهر رمضان. الاحتياجات بنقول اليوم ناقصنا هيك بنجيبهم بنوزعهم، ما عندنا احتياجات انه عم بتكفي انه لبكره او لبعد بكره. ففيني اقول لك انه كل يوم عم نأمن له حاجاته يوم بيوم. على بعد امتار من هذا المركز استهدفت اسرائيل القياديه في حماس هادي مصطفى، لذلك يخشى النازحون ان تلاحقهم الحرب الى حيث نشدوا السلام. يجمع النازحون على رغبتهم بانتهاء الحرب، آملين أن يمضوا ما تبقى من رمضان في منازلهم حتى لو دمر بعضها. غنوة يتيم، الحدث، صور.